برعايه معالي السفير الشيخ فواز بن محمد ال خليفه سفير مملكه البحرين لدى المملكه المتحده نظمت السفاره في العاصمه البريطانيه لندن ندوه تعريفيه لتسليط الضوء على استحداث قانون العقوبات والتدابير البديله في مملكه البحرين والذي يعتبر مشروعا رائدا في مجال اصلاح المحكومين واعاده دمجهم في المجتمع. كما يبين الحرص الشديد الذي توليه المملكه لمجال حقوق الانسان وللارتقاء بالتشريعات المحليه القائمه على الحقوق المحفوظه في دستور المملكه وعلى المعايير الدوليه المنبثقه من افضل الممارسات الدوليه هذا وقد حضر الندوة السيد هندبال باي سينج رئيس فريق التفتيش في مفتشية جلالة الملكة للسجون البريطانية وعدد من الأكاديميين وممثلو الأقسام الأمنية والسياسية من سفارات دول المنطقة والعالم بالإضافة إلى عدد من الطلاب البحرينيين المبتعثين الدارسين في مجال القانون والعدالة الجنائية في المملكة المتحدة وقد شملت الندوة كلمة افتتاحية من قبل السيدة يارا رضا فرج منسق عام الإعلامي والتواصل بمكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء تحدثت خلالها عن انجازات مملكه البحرين في ظل المشروع الاصلاحي لصاحب الجلاله الملك المفدى ثم قدم السيد بدر فاروق الدعيني شرحا للاهداف المرجوه من وراء اصدار القانون مؤكدا ان القانون الجديد يضمن توسيعا لقاعده استبدال العقوبات وحدد مشروع القانون عقوبات بديله غير سالبه للحريه. مشيرا الى ان هذا القانون يستند الى افضل المعايير والممارسات الدوليه ويعزز لنظام العداله الجنائيه ويعكس ثمار العمل الوطني المشترك، حيث تمت دراسته لاكثر من عامين وعرضه على منظمات محليه وامميه، وتم الاخذ بتعديلاتها وملاحظاتها ومن ثم وافق عليه مجلس النواب والشورى. من جانب آخر ثمن الحضور جهود مملكة البحرين الحثيثة وسعيها البناء لتطبيق العقوبات البديلة مشيدين بالتزام المملكة في الخطوات الإصلاحية والحقوقية والتي تعتبر السباقة في المنطقة كما شكر الحضور جهود السفارة في إقامة مثل هذه الفعاليات التثقيفية في الحقيقة سعدت كثيرا بما سمعته في هذه الندوة حول التدابير البديله وتجربه البحرين هذه نسعى لتطبيقها في مختلف دول العالم من المثير للاعجاب ان نرى البحرين تقدم هذا البرنامج الرائد وتنشر الوعي خصوصا لدى فئه الشباب هذه الندوه مميزه للغايه لانها جمعت وجهات نظر وخبرات مختلفه للحديث حول قانون العقوبات والتدابير البديله وهذا العنوان يحظى بنقاشات مختلفه حول العالم والحصول على فرصه جمع وجهات نظر مختلفه ودول مختلفه لاقتراح افكار جديده وتطوير هذا الجانب هو امر حقا رائع